السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم فيما تكونوا إن شاء الله أولا أتمنى أنكم تكونوا بصحة وخير وسلامة بإذن الله تعالى معكم أخوكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية طبعا على اليوتيوب وعلى باقي مواقع التواصل الاجتماعية موضوعنا اليوم مهم جدا دائما جينا تعليقات وأيضا جينا أسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص نظام اللي هي الوراثة في تركيا طبعا في نقاط مهمه راح اذكرها لكم وبعدها راح تحصلوا في صندوق الوصف راح اكتبها لكم على شكل نقاط حتى تكون باذن الله تعالى واضحه ومفهومه الان راح اتكلم لكم عن تجربه شخصيه انا عشتها خلال الفتره اللي هي نهايه 2018 الى متوسط يعني وسط 2019 طبعا عملنا اول يعني اقدر اقول لكم نقل الملكيه من اب توفى رحمه الله عليه الى ابنائه الورثه. طبعا احب اتكلم عن تجربة الشخصيه حتى تكون الصوره واضحه حتى اقول لكم كيف الطريقه اللي عملناها وإيش اللي صار معنا وإيش المشكله اللي واجهتنا. راح اتكلم لكم فيها بشكل تفصيل باذن الله تعالى وما ابغى اطول حتى لا يكون الفيديو ممل. اولا كان عندنا احد الاخوه ما شاء الله اشترى شقه كبير في السن وصارت له حاله وتوفى رحمه الله عليه عدد الورثه كانوا ما يقارب 12 شخص من ضمنهم بنات وابناء طبعا النظام التركي 50% يعني للابناء و 50% للبنات بالتساوي يعني التقسيم بينهم بالتساوي أه رحنا اول شيء لمحكمه طرابزون حتى نعرف شو الاجراءات اللي راح نعملها وبعدها ارسلونا لاداره الصكوك، اداره الصكوك افادونا انه لازم النقطه الاولى نجيب لهم شهاده الوفاء في الدوله اللي توفى فيها وثاني شيء نجيب لهم شهاده حصر الورثه اللي هو تكون يعني نبين فيها من هم الورثه. طبعا الاوراق هذه يستخرجها من الدوله اللي هو موجود فيها سواء كان مقيم او مواطن للدوله اللي هو عايش فيها. أه الابناء الورثه يستخرجوا شهاده شهاده الوفاء وشهاده حصر الورثه طبعا هذه الورقتين تترجم الى اللغه التركيه من خلال السفاره التركيه الموجوده في البلد وتختم من السفاره التركيه وتترجم من السفاره التركيه وقبل لا يجيبها على تركيا طبعا يعمل لها تصديق من الوزاره الخارجيه في البلد اللي هو موجود فيها الطلبات كالتالي واحد شهاده الوفاء. اثنين شهادة حصر الورثة، ثلاثة آه صورة جواز المتوفى وأيضا نفس الطريقة مترجمة من السفارة التركية ومصدقة من السفارة وأيضا مصدقة من اللي هي الوزارة الخارجية، وعندنا أربعة صور جميع جوازات السفر للورثة بنفس الطريقة مترجمة إلى اللغة التركية آه وأيضا مصدقة من السفارة التركية ومصدقة من الوزارة الخارجية في البلد اللي هم موجودين فيها طبعا الإجراءات اللي نعملها في تركيا أول ما يجيبوا الأوراق هذه في تركيا راح يراجعوا السفارة أو القنصلية تبع الدولة اللي هم فيها ويعملوا لها ختم يسمى أبوستيل يعني على سبيل المثال الأخ هذا اللي بتكلم عنه كانوا في قطر مقيمين في قطر فجونا من قطر بعد ما جابوا الأوراق هذه كلها وطلعوا لاسطنبول للسفارة القطرية إما اسطنبول أو أنقرة تقدروا تروحوا للسفارة أو القنصلية فعمل فيها أبوستيل ختم من السفارة القطرية على أن الشهادة هذه صحيحة جاية من قطر لأنه فيها ختم الوزارة الخارجية هذه الأولى طبعا عمل لها أبوستيل وبعدها عمل لنا توكيل عمل توكيل لمحامي المحامي هذا تبع شركة بروج عمل له توكيل حتى يخلص له الاجراءات اللي لازم يعملها في المحكمة وهي طبعا يطلع شهادة وفاء تركية يعني الترجمة هذه ما راح تمشي في ادارة الصكوك بعد ما يجيبها شهادة الوفاء يجيبها مصدقة مختمة من البلد اللي هو موجود فيها ويختمها هنا في تركيا في سفارة بلده راح يوديها للمحكمة، الأفضل انه يوكل محامي لأنه المحامي اجراءاته أسهل فوكل المحامي، وكلنا المحامي تبع شركة بروج، وراح لمحكمة طرابزون اللي موجودة في منطقة كاشستو. خلال ثلاثة شهور استخرج لنا شهادة وفاء تركية، يعني باللغة التركية، وهذه اللي راح نستخدمها أو اللي يستقبلها إدارة الصكوك في مدينة طرابزون. هذه عن تجربة شخصية. طبعاً الورقة هذه اللي هي شهادة الوفاء التركية طلعناها في ثلاثة شهور، وهذا عن طريق محامي مشالنا الامور ما شاء الله تبارك الله بطريقه سلسه وجابها في ثلاثة شهور. طبعا هذه الحادثه كانت في 2000 نهايه 2018 في وسط 2019 تم يعني نقل الملكيه باسم الابناء. طبعا بعد ما طلع الشهاده التركيه شهاده الوفاه باللغه التركيه وعملوا يعني وكاله للمحامي وطلعنا لنا الشهادة بعد الشهادة عملوا لي أنا شخصيا وكالة الأبناء اللي كانوا موجودين في قطر واللي ما جوا على تركيا جاء واحد فقط من الأخوان اللي هو كبيرهم اللي كان بيقسم بينهم هو اللي فقط حضر و11 من الأخوان عملوا لي وكالة بنقل آه يعني بشراء شقة في طرابزون وهذه اللي استخدمناها لما نقلنا الملكية من اسم الأب إلى اسم الأبناء استخدمت أنا فيها الوكالات الـ 11 للأبناء وال12 اللي هو كان موجود في تركيا وكان موجود معايا في يعني إدارة الصكوك. طبعا بعد ما طلعنا الورقة اللي هي شهادة الوفاة وهي أصعب نقطة تقريبا من المحكمة اللي في طرابزون رحنا إلى إدارة الصكوك، طلبوا مننا ورقة هذه تثبت إنه الرجل هذا ما عليه أي ضرائب أو إنه سدد الضرائب اللي عليه. فرحنا لإدارة الضرائب، سددنا الضرائب اللي باسم المتوفى. لأن الشقة كانت باسمه سددنا الضرائب وأعطونا ورقة مخالصة على قولهم أخذنا ورقة المخالصة هذه وبعدها بجميع الأوراق هذه اللي ذكرتها لكم قدمنا لإدارة الصكوك طبعا مش بيع يعني مش بيع من اسم الأب الأبناء لا هذه تصير معاملة أخرى اسمها نقل للورثة نقل للورثة عملنا المعاملة الحمد لله تمت المعاملة وبكذا صرنا يعني هذه أول نقل من يعني المتوفى للورثه كانت في مدينه طرابزون لانه حتى اللي في اداره الصكوك هم اللي ذكروها لنا قالوا هذه اول حاله نعملها في مدينه طرابزون، طبعا الكلام هذا في منتصف 2019 تقريبا يعني قبل ما يقارب سنه. وبكذا الحمد لله اني ذكرت لكم الاوراق وراح اذكرها لكم في صندوق الوصف اكتبها لكم على شكل نقاط بحيث تكون الصوره واضحه. في نهاية الفيديو احب انه اشكركم على حسن المتابعه وباذن الله تعالى الفيديو كان مفيد ومثل ما ذكرت لكم راح اكتب لكم التفاصيل على شكل يعني فقرات وارقمها لكم بحيث تكون الصوره واضحه باذن الله تعالى والاوراق المطلوبه واستودعناكم الله وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.